إخواني وأخواتي، أسأل الله تعالى أن يعافي جميع مرضى المسلمين والمسلمات. كثير من إخواننا وأخواتنا حينما يمرضون يعتقدون بأن الصلاة خلاص قد سقطت عنهم، وبعضهم يقول لا نؤجل الصلاة، وبعضهم يقول نقضيها، وهذا غلط. ما دام أن العقل موجود والروح تتردد في البدن، يجب على الإنسان أن يصلي، ويصلي على الحال التي يستطيع، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. شرحنا قبل قليل كيفية صفة الصلاة قياما وقعودا. الآن كثير من الناس ما يستطيع حتى القعود، لا يستطيع لشدة المرض. طيب كيف يصلي؟ يصلي على جنب. وما هي كيفية يعني الصلاة على الجنب؟ بهذه الطريقة، وسأذكرها تطبيق عملي حتى تصل الفكرة إلى إخواني وأخواتي، خاصة الذين يرقدون على الأسرة البيضاء أو في بيوتهم. أسأل الله تعالى أن يمن عليهم بالشفاء والعافية. هكذا إخواني وأخواتي بالنسبة للصلاة على الجنب، يكون على جنبه الأيمن وإلى جهة القبلة، وجهه إلى جهة القبلة بمثل هذه الطريقة. يقول الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، يبدأ بالفاتحة قراءة سورة. إذا أراد الركوع قال الله أكبر، يومئ برأسه قليلا، سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم بعد ذلك يسجد، ينوي السجود الله أكبر، ويجعل السجود أخفض الله أكبر. قد يقول قائل أنا لا أستطيع حركة الرأس. لا يحتاج أن تحرك رأسك، وإنما يكفي في ذلك النية، يكفي في ذلك النية، تنوي أنك تركع الآن، تقول الله أكبر من دون حركة، وهذه هذا هو الركوع، ثم تقول سمع الله لمن حمده بمثل هذه الطريقة. طبعا وضع اليدين نفس وضعية اليدين في الصلاة، حال القيام، وبعدين إذا الركوع تضعها على فخذيك مثلا، وحال السجود نفس الشيء، أو تضعها مثلا على الأرض إن استطعت، تنوي بذلك السجود وتفعل ما استطعت، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم. إذا لم يستطع الإنسان الصلاة على الجنب فإنه يصلي مستلقيا، والاستلقاء على الظهر يختلف من جهة التوجه إلى القبلة. فالصلاة على الجنب يجب أن يجعل وجهه إلى القبلة بمثل هذه الطريقة، أما إذا استلقى على ظهره فإنه يجعل رجليه إلى القبلة. أخواني وأخواتي، الآن ذكرت قبل قليل من لم يستطع الصلاة على الجنب فإنه يصلي مستلقيا على ظهره، هذا إذا لم يستطع القعود. وصفة الصلاة على الظهر أن يكون رجلي المصلي إلى جهة القبلة، يكون رجليه إلى جهة القبلة بمثل هذه الطريقة، ويصلي على ظهره مستلقيا بمثل هذه الصورة. بارك الله في الجميع. هكذا، وتكون صلاته بمثل هذه الطريقة، رجليه إلى القبلة، ويكبر هكذا، يضع يديه ويقرأ، وإذا أراد الركوع أو ما إيماء يسير إن استطاع، وإن لم يستطع لا يحتاج إلى الإيماء، وإنما ينوي بقلبه بأن هذا الركوع وهذا السجود. وأنا أنصح إخواني وأخواتي، كل من كان مريضا عاجزا عن القيام والقعود، أن يوجه سريره إلى جهة القبلة من حيث الرجلين، يعني توضع جهة الرجلين إلى القبلة، ويرفع رأسه شيئا قليلا، يرفع رأسه شيئا قليلا، هذا إن لم يستطع الصلاة على الجنب. فإذا استطاع الصلاة على الجنب لا ينتقل إلى الاستلقاء، وإذا صلى على جنبه جعل وجهه إلى جهة القبلة كما بينت. بارك الله في الجميع، وشفى الله المسلمين والمسلمات.